مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. فيديو اليوم راح اشوفكم هذا المكياج. مكياج سهل وبسيط بس بنفس الوقت يبرز العين. طبعا انا خليت لون بنفسجي جوا العين حتى ينطي هيجي فد لون حلو، لان تعرفون صيف وصيف حلو تخلون شويه الوان بي، بس طبعا انتم تخلون اي لون انتم تحبون، تقدرون تخلون لون الازرق او الاخضر. وهذا هذا اللوك همنا حلو، ليش؟ للبنات اللي مثلا لابسه اني ازرق بس ما احب اخلي على عيني كله ازرق، فاسوي فوق الوان طبيعيه ترابيه، بعدين اخلي جوا العين اللون اللي اني احبه. اذا تريدون تشوفون شلون سويت هذا المكياج وش استعملت، ابقوا وياي وراح نشوفه. راح اخذ هذا البرايمر من اسنس اسمه اي هارد ستيج واوزعه على الجفن. راح اخذ هذا الباودر من كات فون دي كونتور باليت، اثبت بيه البرايمر حتى نخلي الاي شادوز يتوزع بطريقه حلوه. راح اخذ هذا اللون من ميك اب دي اسمه كريم بولي واخليه فوق الجفن المتحرك. راح اخذ هذا اللون من مورفي براشز اسمه كاراماليز واخليه جوا اللون الاول اللي خليناه. ما نصعد كلش فوق على اللون اللي خليناه بالبدايه. راح اخذ هذا اللون من جوردانا اسمه اوبن واوزعه على الكريس. هسه راح اخذ هذا اللون من اوربن ديكاي نيكد 2 اسمه ساسبكت واخليه على الجفن. وهسه راح ارجع على جوردانا اي شادو اوبن اخليه بالزاويه البرانيه. وراح اخذ فرشه كبيره وبلند بلند بلند جيل ايلاينر من انجلوب. راح اسوي وينج ايلاينر. هسه راح اخذ هاد فرشة صغيرة واشرو من ماك اسمه اسبرسو، شوي اطوخ الزاوية البرانية من العين. واخذ فرشة كبيرة واوزع اللون. هسه راح اخذ شيمة شيمة من ميك اب جيك واخليه جوا الحاجب. رموش راح استعمل رمشين، هذا ريد تشيري نمبر 43 وهاي من اديل لاشز، هاي تجي بس نص 318. راح اول شيء ابدي اخلي هاي وبعدين اخلي ريد تشيري فوقها.
حبدي بالوجه وبعدين ارجع للعيون، وراح اخذ برايمر من توني مولي. هذا ايش راح يسوي؟ راح يخلي بشرتي مات، يعني ما تطلع الدهون على البشره، ويقلل شويه من ظهور المسامات الكبيره على الوجه. الآن بشرتي تتشرب البرايمر، راح أخلي هذا الكوركتر من بوبي براون، أخليه بس بهالزوايا حتى يغطي السواد، لأن هذا لونه على مثل ما تشوفون مشمشي. راح اخذ هذا الفانديشن من ديزاينر براند، يمكن هاي ماركه استراليه ما متاكده، وراح اخليه على كل وجهي طبعا. بس راح اخذ بيوتي بلندر وبعد الوجه. Maybelline Fit Me Concealer اخلي جو العين. بالبيوتي بلندر أوزعه. بعدين راح اخذ هذا اللون وفرشة بالناس واسوي شوية كونتور. راح اخذ هذا البلاشا من نيكس، لا تخافون هو دا يبين شوية طوخ بالكاميرا، بس هو مو هيك طوخ، هو لونه كلش فاتح وحلو. كلش أحب هذا اللون. راح أخذ بيكا أوبل هايلايتر وأخليه على عظمة الخد. شوية على الخشم فوق الشفايف، وهسه بنفس الفرشة اللي استعملتها للخدود
blend the colors. هسه راح اسوي حواجبي وارجع لكم، لانه راح اسوي فيديو خاص كله على الحاجب. هسه ورا ما خلصت من الوجه والحواجب راح اكمل جو العين. راح اخذ هذا الكحل من ريمل لندن واخليه جو العين، وهم انا شويه انزله ويا الرموش. راح اخذ بنسل براش من سيجما واوزع الكحل. راح اخذ هذا اللون البنفسجي من Urban Decay Electric Palette بنفس البنسل براش، اخليه جوا هذا السواد بس حتى ينطي لون حلو. بعدين راح اخذ بلندنج براش صغيره وادمج الاسود ويا البنفسجي. شيما شيما من ميك اب جيت واخليه بمدمع العين. بنفس الجل ايلاينر من انجلو راح اخذ شوي بالفرشه، شويه اطلعه من يم مدمع العين حتى تبين العين كبيره. هسه راح اخلي مسكارا من ماكس فاكتور هاخذ هاي الحمرة من جيرارد كوزماتكس اسمها باركا. وبعدين راح اخلي جيرارد كوزماتكس ليب جلوس ان باتر كريم. هذا هو المكياج. مثل ما شفتوا بنات، مكياج كلش سهل وبسيط. وطبعا مثل ما قلت لكم بداية الفيديو، انتم تقدرون تبدلون، تخلون اي لون يعجبكم جو العين او ترهمون ويهدومكم. اعوفكم بامانة الله واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي.